السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الجديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الثور. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. هنشوف مع بعض قراءتك واللي ينطبق عليك انزل قولهولي ونشوف مع بعض ان شاء الله. الفنجان يكون توقعاته جميلة. بص المنظر اصلا واللون والشكل والتخطيط والكلام الكتير اللي هنتكلم فيه عن برج الثور لشهر مايو، ان شاء الله باذن الله يكون الكلام جميل، وكمان تكونوا انتوا اللي انتوا مستنيينه باذن الله. ما شاء الله برج الثور، انت اتخطيت بمشاكل ونفسيتك تعبت وحصل عندك شوية مشاكل، بس انا شايفة ان انت عندك انطلاقة حلو وعندك مشروع حلو، عندك مشروع حلو انطلاقة جديدة. برج الثور، شايفة ان انت حاسس نفسك تعبان نفسيا، مش عارف تعمل ايه ومش عارف تعالج ازاي، بس انا شايفة ان انت عندك شفاء باذن الله. شايفة ان عندك شفاء. ايه الكرب وايه الخنقة اللي انت فيها حاليا وايه الدوامة اللي انت عايش فيها؟ شايفة برج الثور، شايفة ان انت عندك خروج من الهموم وعندك انتصار حلوة، عندك رحلة جميلة انت مستنيها من بدري. بص يا برج الثور، ما شاء الله ما شاء الله، قضية المحكمة اللي هي شغلة بالك بإذن الله هتتحقق. قضية المحكمة اللي هي شغلة بالك بإذن الله هتطلع منها. انت هنا بتجمع فلوسك علشان تكمل المشروع اللي انت عايزه، وبتقول يا هل ترى هينجح ولا لا. احب اطمنك وبشرك ان هو المشروع هينجح بإذن الله. بص يا برج الثور، شايفة كمان ان انت اليومين دول حاسس نفسك مش مرتاح، حاسس ان انت في مشاكل مع الشريك، بس شايفة ان انت المشاكل اللي بينك وما بين الشريك دي بسبب فهم بعض، انتوا حد الان لسه مش فاهمين بعض، او في مشاكل من طرف تالت داخل في العلاقة، في بعض المشاكل اللي انتوا مش عارفينها عن بعض بتخلي دايما في بينك وما بين الشريك مشاكل. شايفة انه عندك وجع قلب او حصل عندك وجع قلب يا برج الثور. بص المشروع اللي ناوي عليه برضه فيه نجاح وفي خير ان شاء الله باذن الله. اقرب الناس ليك هم اللي اكلوا حقك وظلموك يا برج الثور، اقرب الناس ليك هم اللي ظلموك واكلوا حقك. كمان شايفه انه باذن الله الايام اللي جايه جايه لك زياده في المال، زياده في الحاله الماديه، حد هيجيب لك فلوس، حد انت مسلفه فلوس، حد مشروع هينجح هيدخل لك دخل زياده، في عندك زياده في المال. شايفه الناس اللي قاعده ومستنيه الورقه اللي في المحكمه، ورقه سفر، ورقه حاجه معينه تخص الشخص، شايفه ان في ماضي ورقه ان انت هتمضيها الفتره اللي جايه. بص اقرب الناس ليك يا برج الثور هم اللي بينهشوا فيك، اقرب الناس ليك هم اللي بينهشوا فيك، اقرب الناس ليك هم اللي بياكلوا حقك، هم اللي ظلموك، هم اللي اخدوا منك كل حاجه حلوه في حياتك يا برج الثور. بص الفنجان، بص ما شاء الله بإذن الله عندك عصفورة أو حمامة هتجيلك برسالة قوية جدا. الرسالة القوية دي هتغير من نفسيتك وهتغير من حالك بإذن الله. حصل عندك شبكة، حصل عندك سنارة فيها مشاكل كتير، شايفة ان انت تطلع من كل الهموم وكل المخارج السوداء اللي عديت بيها في حياتك. ايه الحاجة اللي مزعلاك قوي؟ ايه الحقيقة اللي لحد الان انت عرفتها صدمتك وكسرت فيك؟ شايفة يا برج الثور هنا انه في حد ظلمك، حد ظلمك، حد غدر بيك، حد كسر نفسيتك يا برج الثور، حد كسر نفسيتك. شايفة كمان انه هنا في حد بيجدد لك الطاقة السلبية، حد بيجدد لك الطاقة السلبية. مسحور يا برج الثور، انت محسود. شايفة انه من وقت للتاني بتقعد مهموم وبتحس ان انت مش طايق اي حاجة، حتى نفسك مش طايقها، تبقى عايز تهاجر، عايز تمشي، عايز تغير المكان، تغير كل حاجة. عندك هنا حصل مشاكل مع اقرب الناس ليك، مشاكل مع اقرب الناس ليك يا برج الثور. عندك مواجهة، عندك مواجهة، ففي مواجهة بينك وما بين حد انت ما بتحبوش، حد مع طليقك، مع صديق ليك وخانك، حد هيبقى عندك مواجهة والحد انت مش هتكون طايقه. شايفة ان الناس المتجوزين عندكم طرف تالت بيتدخل في بينك وما بين زوجتك او بينك وبين زوجك، بيحاول يجدد لكم الطاقة السلبية، عايزك مش عايزك في البيت،
برج التوت. خلوا بالكم من الناس القريبين جدا. من وقت للتاني برج التور بتحس انه عندك صداع مستمر، الم في ركبتك، عندك الم في معدتك القولون من بعض الاحيان. في ناس كتير جدا من برج التور بتشكي من صداع مستمر وحيرة، لدرجة انه بيبقوا كسلانين مرهقين مش عارفين يعملوا ايه. ده بيبقى ساعات سببه السحر، وانا نزلت فيديو قلت فيه كده. شايفة انه في حد عندكم، واحدة ست رفيعة برج التور، واحدة ست رفيعة. الست دي مش كويسة خالص، الست دي مش كويسة خالص، بتمركزة قوي على تفاصيل حياتك. في حاجات كتيرة جدا انت خسرتها بسبب النحس وبسبب العين وبسبب الكلام كتير. طيب انت دايما بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي ظلمتني، في الناس اللي غدرت بيا، دايما بتشكي همك لربنا يا برج التور. بص عندك دعوة مستجابة من ربنا ان شاء الله بإذن الله، عندك دعوة مستجابة. شوف انت عايز ايه وبتدعي، وبتدعي ربنا على ايه، وان شاء الله بإذن الله الدعوة مستجابة. بص يا برج التور، من وقت للتاني بتحس ان انت متكتف، بتحس ان انت حد مكتفك كده ومش قادر تتحرك، حتى ان انت تتحرك لدرجة ان انت بتقول انا النهاردة هعمل كذا، ما بتقدرش تعمل حاجة، ما بتقدرش تعمل حاجة خالص. بترجع او بتبقى بتوصل بتلاقي نفسك رجعت، ما بتقدرش تعمل اي حاجة برج التور. ده بسبب ايه؟ بسبب العين. فانا شايفة ان انت علشان تطلع من اللي انت فيه ده، هتجيب لي كوباية مية وتقرأ عليها ايات السحر وترش بيها اركان البيت. ده لو معرفتش تستحمى بيها، لو استحميت بيها بيكون افضل، معرفتش بتقدر ترش بيها اركان البيت. واهم حاجه الدعاء تحصين النفس. بص الموجه اللي انت عديت بيها برج التور، عديت بموجه كبيره. شايفه ان انت بتحب تسعى، بتحب تساعد، بتحب الاخرين، بتحب تعمل حاجات كتيره جدا يا برج التور. انت شايفه ان عندك عوض كبير من ربنا، ربنا هيعوضك خير باذن الله. شايفه كمان ان انت ما بتحبش تكون محبط، بتحب ان انت تغير من نفسيتك وتغير في الحياة، ودايما بتقول يا رب ما تحوجنيش لحد، احوجني ليك ولا تحبطني، ما تحوجنيش لعبد. مين ايه الندر اللي انت ندرته؟ ايه الندر؟ بلاش تكون مضغوط من كل الاتجاهات. فانا شايفة ان عندك خير وفرج، وعندك زيادة في الماديات، وعندك فرحة حلوة في العاطفية، عاطفيا عندك فرحة. فايه ليه الاحباط ده يا برج التور؟ شايفة كمان ان الخسارة اللي انت خسرتها في مشروعك، في حياتك، في فلوسك اللي ضاعت، في حاجة معينة، عندك خير وفرحة ان شاء الله بإذن الله. في فلوس جاية هي برج التور، في فلوس جاية، وعندك امر مقضي بإذن الله. فانا شايفة ان عندك يعني خبر حلو وفرحة، وعندك اشتياق لاطفال، اشتياق لزوج، اشتياق لاهل. انت بعيد عن اهلك هما بعيدة عنك، عندك اشتياق لحد. طيب عندك دخول محكمة بالخير، عندك دخول محكمة بالخير. طيب مين امين الشخص اللي قريب منك اللي اكل حقك ومش قادر تتكلم، يعني من كتر صدمتك فيه مش قادر ان انت تقول انت اخدت حقي او انت ظلمتني؟ مين الشخص ده يا برج التور؟ شايفة كمان ان انت حاليا بتصفي حساباتك، بتصفي حساباتك، يعني بدأت تطلع الناس اللي ملهاش لازمة من حياتك، بدأت ان انت تغير من نفسيتك، تغير من حالك، وتغير كمان من سكنك. شايفة ان عندك خير وعندك تفاؤل بإذن الله يا برج التور. عايزاك تكون هادي، عايزاك تكون تستمتع بوقتك اكتر من كده، عايزاك ان انت تركز قوي على شغلك وعلى اعمالك، عايزاك ان انت تنسى الماضي وترمي كل حاجة مزعجة ورا ظهرك، وتحاول تقول يا رب غير من نفسيتي، غير من حالي. عندك تغيير مكان، تغيير سكن، تغيير بيت، عندك شراء حاجة معينة عايز تشتريها، عربية، هدوم، حاجة معينة عايز تشتريها برج التور، هتشتريها بإذن الله، والفلوس اللي مستنيها هتجيلك بإذن الله. هيبقى عندك عرض حلو جدا حاول تستغله، عندك عرض حلو جدا حاول ان انت استغله، اوعى تضيع منك عشان الفرصة ما بتتعوضش مرتين يا برج التور.
رقم 7 ده بيميز لكم طاقة إيجابية أو انفراجة حلوة، وممكن كمان يكون في أمور بإذن الله. أنتوا صراحة يعني صريحين جدا في أعمالكم في شغلكم، بس في ناس عارفاكم علشان مصلحة، علشان حاجة معينة. عندك بشرة بخير، بشرة سلطة أو بشرة مال، أنت مستنيها بأي طريقة. وفي نفس الوقت كمان أنت مستني مكالمة، عم أنت عايز تهرب من اللي أنت فيه، عندك هروب من الواقع أو هروب من الحاجة اللي أنت فيها. عندك كمان ست فتحالك إيدها وعايزة دايما تطبطب عليك وتكون، أو الست دي بتحبك أوي عايزة تطبطب عليك، عايزة تقف معاك، عايزة تسعدك، عايزة تكون أنت متألق وتكون عندك نجاح في حياتك، بس انت خلاص نفسيتك تعبانة بسبب الظلم اللي واقع عليك. كمان عندك ممكن كان عندك علاقة نرجسية، علاقة كانت تعباك، كان عندك شخص ظلمك واكل حقك وكانت علاقتك بيه نرجسية وقررت ان انت تبعد عنه. وكمان لو في صلة بينك وما بين حد غدرك انت خلاص بعدت عنه، انت فقدت ثقتك في ناس كتيرة جدا وقررت ان انت ما تعبرش حد تاني وتبص لنفسك بشكل مختلف. انا مش عايزاكم تيجوا على نفسكم علشان تقفوا جنب حد، لا، انتوا اللي فيكم مكفيكم. انتوا حاليا محتارين، محتارين في حاجات كتيرة وعايزين تاخدوا قرار حاسم، علشان الفترة دي مضغوط ومن كتر الضغوط اللي عندك مش عايز تفتح اي مواضيع مع حد. بقالك فترة بتعاني من تفكير، من ركود بينك وما بين حد، وكاره الروتين اللي عندك، وعشان كده زي ما قلت لك عندك تجديد. وكمان انت عندك موضوع واقف قدامك، الموضوع ده فيه عقبة لسه ما خدتش فيه اي قرار، ممكن الموضوع ده يكون علاقة او حاجة معينة واقفة قدامك. عندك تغيير في بيتك، الفترة دي هي فترتك، اي نعم انت قافل على نفسك بيبان كتير، بس هتطلع من الطاقة دي، وكمان هتطلع من الركود اللي انت فيه، وهتقف وتجدد حياتك من تاني، وهتحاول بإذن الله تيسر امورك بنفسك، وهتشتغل وهتعافر وهتطلع من اي حاجة. كمان البعض منكم عنده دفعة مال جياله، ممكن الدفعة دي عن ترقية، عن ورث، عن حاجة معينة، الحاجة دي هو هيحقق فيها نجاح كبير وهياخد فيها قرار وهتحاول تثبت وجودك. كمان انت هنا عندك حاجات مسروقة منك، هدوم مسروقة منك، خلي بالك من حاجتك كويس جدا. في كمان افكار سلبية في بالك، ابعد عنها. انت متجاهل حد الفترة دي بطريقة كبيرة جدا، مش عايز الشخص ده يتكلم معاك ولا يفتح معاك اي موضوع، بس بقالك مدة بتعاني من وجع في رجليك ووجع في جسمك بالكامل، وحتى استقرار في حياتك المادية مفيش، رغم ان عندك ورق هيخلص على خير والورق ده هيكون ليك انت امور تجديد. كمان بإذن الله هتتخلص من العلاقة التانية اللي أذياك واللي عاملة لك عراقيل، انت بدأت تعيد حساباتك. في خبر حلو قوي هيحصل لك الفترة دي يخصك انت، والخبر ده هيخليك ترفع دماغك لفوق وتكون ناجح. عندك شخص كمان من العيلة، الشخص اللي من العيلة ده هيفتح معاك موضوع، والموضوع ده انت هتاخد فيه قرار حاسم، وكمان هيبقى فيه طاقة تانية خالص. الفترة دي عندك كمان حتى عايزاك تحذر منه، ملامحه حلوة، انسان او انسانة طويلة وشعرها طويل، الست دي يعني يخلي بالك منها، مش تحذر منها هي وحشة، بس خلي بالك من الكلام اللي هي بتقوله لك، علشان هي هتقدم لك اكتر من خدمة وهتقف معاك وهتساعدك في الطريق، فعايزاك مش تحذر منها في طريق الخير، لا، احذر منها، يعني ايه، خد كلامها ثقة، هي فعلا هتقف معاك. كمان هنا عندك تقديم على فرصة جديدة او في عرض هيبقى نيته حلوة اتجاهك، العرض ده الشخص اللي هيقدمه لك هيكون في طريق خير. انت عندك في العلاقة بينك وما بين الشريك توتر، والتوتر ده مخليك انت مضغوط في شغلك وفي حياتك بالكامل، بقالك اكتر من اسبوعين مش عارف تتجاوز المشكلة اللي مع الشريك، او اكتشفت علاقة تانية او طرف تاني فقررت ان انت تتنازل وتبعد خالص. كمان عندك علاقة غامضة او ظروف غامضة، في رجوع مع حد وهتبدأ بداية جديدة وهيبقى فيه هدية حلوة. عندك كمان شخص من الماضي قطعت علاقتك بيه،
الشخص ده هيحاول يكلمك الفترة اللي جاية. انت عندك كمان في حاجة انت عايزها والعيلة رفضها، الحاجة اللي انت عايزها والعيلتك رفضها دي، انت بتحاول تتكلم معاهم وبتحاول ان انت تفتح معاهم مواضيع جديدة، بس هم رافضين الحاجة دي بأي طريقة ومش عايزينك تكمل فيها. كمان انت عندك مشاكل، البعض منكم عندكم مشاكل نسائية، ممكن يكون عندكم عرق نساء، عندكم مشاكل في نسائية وبتحاولوا ان انتوا تعالجوا اللي انتوا فيه. انتوا كل اللي حواليكم عيونهم عليكم، ضاغطين عليكم، كاسرين بخاطركم، الناس مش مصدقة ان انتوا مضغوطين او ان انتوا علشان توصلوا للهدف اللي انتوا عايزينه تعبتوا. هم فاكرين ان انتوا طلعتوا كده مرة واحدة، ان انتوا حياتكم بقت مرة واحدة، ما يعرفوش ان انتوا مضغوطين او ما يعرفوش ان انتوا قد ايه بتتعبوا علشان توصلوا للحاجة اللي انتوا محتاجينها او عايزينها. الضغوط عليكم ومحطوط عليكم بأي طرق، فانت ابعدوا عن اي حد ممكن يأثر عليكم في ضغوط. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم خفة في حياتكم وعندكم خطوة سريعة، رغم طاقة الحزن وان انتوا حاسين بالوحدة، ربكم هيبشركم من حيث لا تحتسب. عندكم رجوع مع حد زي ما قلت لكم من الماضي، من ابراج مائية، حد هيقف معاكم وهيتكلم معاكم. كمان الهم والمشكلة الكبيرة اللي انتوا شايلينها على كتفكم دي، انتوا خلاص خلاص قررتوا ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه، وهتبدأوا ترتاحوا وهتاخدوا زي ما قلت لكم نفس عميق، وتحسوا قد ايه ان انتوا من حقكم تعيشوا حياتكم. كمان انت هنا قرار، والقرار ده لو خدته هتنقل لمكان جديد تاني، او هتطلع من الوقت اللي انت فيه. عندك مجهود بذلته اقصى، يعني انت بذلت اقصى مجهود. عندك 2 ستات عايزاكم تاخدوا بالكم منهم كويس جدا. الاتنين الستات دول ماسكين فيك او ماسكين في رجلك، مش عايزينك تقف على رجلك، او مش عايزينك تطلع من اللي انت فيه. فقررت ان انت تسكت وتتعامل بشكل مختلف. ليه؟ علشان الستات دول عمالين يدوروا وراك وعمالين يأذوا فيك. عندك شمعة هتنور طريق، الطريق ده انت تعبت فيه. كمان بسم الله ما شاء الله عليك، انت عندك هدف، الهدف ده هينجح. عندك ست خبيثة، الخبيثة دي تخينة، خلي بالك منها، دايما كده بتحاول تأذي فيك. الست دي تخينة خلي بالك، وهي طويلة، عندها علامة في وشها قمحوية، خلي بالك منها. عندك كمان واحدة ست، الست دي ما شاء الله عليها زي القمر، بس إنسانة مش كويسة، لسانها بينقط سم، خد بالك منها، علشان هما أي نعم حلوين بس مش حابين لك الخير. اي نعم في ناس عندك يعني واقفة بينك وما بين تحقيق حلمك، وعايزين يأذوك بأي طريقة وعايزين يكسروا بخاطرك. وزي ما قلت لك انت قررت ان انت تطلع، قررت ان انت تبص لنفسك. عندك عين واحدة ست ملونة، الست دي عينها على بيتك، بتتكلم عليكم بأي طريقة، عيونها عليكم. كمان انتوا هنا بتتمنوا امنية وعمالين تدعوا ربنا عليها. انتوا هنا مستنيين حاجة فارغ الصبر. مين وعدكم وعد وما طلعش قد الوعد وقرر، يعني الشخص ده طلع كذاب وخلاص. كمان انتوا هنا اخدين قرار كبير، والقرار ده مش عايزين تخلفوا بيه. في ناس جواهم حقد وغل اتجاهك، انتوا مظلومين مع الناس دي، فلازم تبعدوا عنها. في هنا كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، هتفرحوا قوي بسبب بخروج حد من سجن او بحد مريض، ربكم هيطلعه من الضيق اللي هو فيه. انتوا هنا عندكم تألق وعندكم طاقة تانية خالص، وعندكم تفاؤل حلو قوي وهيبشركم بالخير. انتوا هنا بتفكروا تغيروا شغلكم، او بتفكروا امتى هتجيلكم الترقية اللي انتوا مستنيينها. في ناس بتاعت مصلحتها حباكم علشان مصلحتها، او حباكم علشان نجاحها، او بتحاول ان هي تتكلم علشان تأذيكم، فياريت تخلوا بالكم.
انتوا صرتوا اقوى من الاول وعايزين وناويين تضربوا اي حد ممكن حتى يتكلم عليكم او يأذيكم. يعني الظلم اللي في حياتكم ده قواكم، ما خلاكمش تضعفوا. عندكم حد قريب منكم، الحد ده بيحبكم قوي وهيساعدكم وهيكون طريق خير ليكم. كمان انتوا عندكم تعارف على حد جديد، والحد الجديد ده هيكون عنده اطفال هتقفوا معاه وهو هيقف معاكم وهيبقى في بينكم كلام حلو. انتوا عندكم فرعين، فرع اذيكم وفرع هيكون طاقه ايجابيه ليكم. قدامكم خطوات بسيطه وتوصلوا للفرع ده، الفرع ده هيكون تحقيق هدف ليكم، بس مش عايزاكم تضغطوا على اشخاص مزيفه عندك علشان خاطر انت اخد قرار حاسم. كمان انت هنا عندك متاهه او عندك الم في متاهات، عندك ابراج ترابيه. الابراج الترابيه دي لاما بينك وما بينهم علاقه او بينك وما بينهم مواضيع في حياتك. انتوا طيبين جدا، انسان يعني الناس كده رغم العند اللي فيكم وبتخسروا حاجات كتيره جدا بسبب العند، وما شاء الله عليكم من الاشخاص المتالقه. في حد عندكم ما بيعرفش، يعني حد تعب منكم مش عارف يمشي كلامه عليكم، بس انتوا ساكتين عندكم ممكن يخليكم تخرجوا اي حد من حياتكم. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم في حاجه هتسمعوها، والحاجه اللي هتسمعوها دي هتقدروا تعملوا حاجات مختلفة من وراها. انتم مبدعين جدا في حياتكم، فقررتوا ان انتم تعملوا ترتيب لأولوياتكم، هتجيبوا ورقة وقلم، والورقة وقلم دي هتاخدوا فيها قرارات حاسمة. كمان انت هنا في حاجات منطبقة كويس جدا بربط الاحداث اللي انت بتفكر فيها. انتم عندكم تفكير في ربط احداث بشكل كبير. عندكم الحصان، الحصان ده طريق مفتوح قدامكم. انتوا عشتوا معاناة وعشتوا ظلم، وربنا هيفرج همكم الفترة اللي جاية. في كمان مفاجأة، المفاجأة دي هتحصل لكم بترتيب من اشخاص بعاد عنكم، حد هيفاجئكم او حد هيجي لكم. الشمعة اللي منورة دي هتكون خبر ليكم او طاقة ايجابية. كمان الفترة دي انتوا فترتكم انتوا اللي تثبتوا وجودكم وتشتغلوا، عندكم راحة نفسية هتتحسن، بس دمعتكم قريبة على خدكم، دايما بتعيطوا، دايما حاسين بالحزن والطاقة السلبية. بسم الله ما شاء الله عليكم، ايامكم بدأت تتفتح، ايامكم بدأت تكون حلوة. ربنا هيجعلك في كل خطوة سلامة. انت في انت لاما انتوا اتطعنتوا من ناس، لاما انتوا مقررين تطعنوا اي حد يقف في حياتكم، بس مشكلتكم ان قلبكم طيب، وان من كتر ما قلبكم طيب ما بتعرفوش تأذوا، ممكن تقولوا وما تأذوش حد، بس انتوا الفترة دي مش هتقولوا، انتوا هتسكتوا وهتخرجوا اي حد من حياتكم. ولو حد عمال يطعن فيكم انتوا هتحطوا نقط بينكم وما بينه. انت عندكم سهم، والسهم ده لو انطلق ممكن يدمر ناس كتيرة جدا اذيوكم، او ناس كانت جواها حقد وغل اتجاهكم. انتوا عندكم استقرار الفترة اللي جاية، والاستقرار ده هيكون طبطبة عليكم. انتوا سايبينها على ربنا بقدر المستطاع الفترة دي. في ناس بتحبها وناس يعني ناس كده معاك واقفة، فربك هيكرمك من حيث لا تحتسب. كمان انت هنا عندك يعني راحة نفسية مع حد، وعندك فرحة حلوة. الأيام اللي جاية هتسمع زي ما قلت لك خبر حلو هيفرحك 100%، وهيبقى فيه طاقة إيجابية. أنت كمان في ناس عزيزة على قلبك، الناس اللي عزيزة على قلبك دي هيبقى فيه تجمعات حلوة بينكم، وهيبقى فيه طاقة تانية خالص مختلفة. فياريت تخلوا بالكم من أي طاقات سلبية أو من أي ضغوط عندكم. عندكم حظ حلو، وهتطلعوا من حاجات مضايقاكم وحاجات خانقاكم. انتوا دايما متفائلين بالخير، وطول ما عندكم تفاؤل بالخير هيبقى في طاقات تانية خالص. وزي ما قلت لكم لو انتوا الضغوط اللي انتوا فيها بسبب طرف تالت، انتوا عندكم خروج من طرف التالت من حياتكم، هتخرجوه من حياتكم وهتبعدوه عنكم عشان هتحس ان هو بيأذيكم ومسبب لكم الضغوط. فانتوا عندكم كشف حقيقة
بأي طريقة عندكم كشف المواضيع وكشف حاجات مستخبية عليكم. ولو الشريك زي ما قلت لكم ظلمكم، هو اللي هيجي وهيطبطب عليكم علشان هيحس قد ايه ان هو خذلكم. كمان انتوا عندكم ترتيب في الدنيا بتاعتكم وعندكم ترتيب في حاجات. الايام اللي جاية دي هيكون عندك استقرار نفسي قبل العاطفي والمادي، هيكون عندك استقرار نفسي كده، وهيبقى عندك ذرية صالحة بإذن الله. العين القوية اللي صايباك دي ان شاء الله بإذن الله تقدر تعالجها وتقدر تعرف هي مين. تحياتي ليك يا برج الثور، اتمنى لك شهر حلو وشهر بالخير والتفاؤل بإذن الله.